نعم. شيخ، هل يلزم تكرار تحية المسجد بتكرار الخروج من المسجد؟ لا يلزم إذا كان الإنسان من نيته أن يرجع عن قرب فلا يلزم، كما لو خرج يتوضأ أو خرج يكلم أحدا فلا يلزم أن يكررها. أما لو خرج بنية عدم الرجوع فهذا إذا رجع ولو بخطوة واحدة يصلي تحية المسجد، فيفرق بين من خرج ليرجع عن قرب وبين من خرج لا ليرجع عن قرب. فالأول لا يحتاج إلى صلاة تحية المسجد، والثاني يصلي تحية المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة واحدة. وفي تعبيرك كلمة يلزم لا تظن أنها واجبة في معنى أن الإنسان يأثم بتركها، فإن الظاهر أن تحية المسجد ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعها.